الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين خالصين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم من به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك بارئ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت